هذا وتواصل اللجنة الطبية في بعثة البحرين للحج تقديم الرعاية الصحية للحجاج البحرينيين. وللحديث أكثر عن عمل اللجنة معنا عبر الهاتف من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة الدكتور إبراهيم عبيد رئيس اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج. أهلا بك دكتور. في نشرة الثالثة نود أن نتطمئن حقيقة عن حالة الصحية للحجاج مملكة البحرين، فحدثنا عن الوضع الصحي للحجاج البحرينيين وكيف يسير عمل اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب جميع حجاج مملكة البحرين ونتمنى لهم كل السعادة والعافية. نحب نطمئن أهل البحرين إن شاء الله جميع حجاج مملكة البحرين بخير وصحة وعافية. احنا فتحنا عيلة مكة وعينا إلى الآن أكثر من 150 حالة، واليوم فتحنا عيلة مكة الساعة الثانية فجرا وعينا أكثر من 30 حالة، وجميع من الحمد لله حالات بسيطة جدا، أشياء نزلات معي بسيطة أو آلام في المفاصل، وما في أحد تطلب دخول المستشفى. والحمد لله يعني نحن ننصح جميع يعني مملكة الحجاج بتجنب وقت الظهيرة الحار لأن هذا الوقت يتعبهم. كما أشكر الأخ الفاضل الشيخ عدنان القطان والأخ الفاضل الأمين العام على جهودهم معنا في اللجنة الطبية، ونشكر وزارة الصحة السعودية على تقديم كل الدعم للجنة الطبية لمملكة البحرين، ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. نعم، ماذا عن الحملات التوعوية؟ هل هناك حملات توعوية تقومون بها بشكل يومي خلال فترة يعني موسم الحج للحجاج البحرينيين؟ وأيضا كيف تنظرون للتسهيلات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية خصوصا في الجانب الصحي؟ نعم، وزارة الصحة لها على طول بالإنستغرام والسوشيال ميديا والوسائل الإعلام توعية دامة لحجاج مملكة البحرين، كما وزع على جميع الحملات الكتيب الخاص بكيفية علاج الحالات البسيطة وكيفية مقاومة الأمراض. كما نشكر الجانب السعودي في الواقع يستجيبون لنا بأسرع وقت ويقدمون لنا كل الدعم، وحالات أي حالة مستعجلة على طول الإسعاف السعودي يأخذها ويديها إلى كل الفحوصات. والحمد لله كل الحالات اللي أرسلنا المستشفى وأخرجت ما في أي حال دخلت، فجزاهم الله خير ألف الجزاء وزارة الصحة السعودية. نعم، شكرا لك. من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة الدكتور إبراهيم عبيد رئيس اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك.